استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله في قصر الصغير معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني ومعالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وكبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني الذين رفعوا إلى جلالته أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك وقد بادلهم جلالته التهاني بهذه المناسبة الكريمة مشيدا جلالته بالجهود المخلصة والمثمرة التي يبذلها منتسبو قوى دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وما يقومون به من عمل وطني مخلص وتنسيق مشترك فيما بينهم لحماية المكتسبات الوطنية والمحافظة على وحدته وكرامة مواطنيه مؤكدا جلالته أنهم على قدر المسؤولية دائما وموضع الفخر من الجميع مأربا جلالته هيده الله عن اعتزازه بدور رجال قوة دفاع البحرين البواسل بمشاركة أشقائهم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة في عملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما اتسموا به من مهارة وشجاعة في هذه المهمة الإنسانية النبيلة مضيفا جلالته أنه لشرف كبير لرجال قوة الدفاع مشاركة أشقائهم البواسل بالقوات المسلحة السعودية في حماية أمن الحدود السعودية بكل إقدام انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين متمنيا جلالته للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام العزة والرفعة والازدهار تحت القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله كما أعرب جلالته عن تقديره لرجال الحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني على كفاءتهم وشجاعتهم وما حققوه لحماية أمن الوطن باحترافية مميزة ويقظة واستعداد دائم لحماية أمن وطننا العزيز وسلامة مواطنيه الكرام وكل من يقيم على هذه الأرض العزيزة التي تنعم بالمحبة والترابط والأخوة الصادقة مؤكدا جلالته على أهمية تعزيز التعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك مع أشقائنا بدول مجلس التعاون والعمل يدا واحدة في وجه كل التحديات التي تهدد منطقتنا مضيفا جلالته أيده الله أننا نقدر تكاتف شعب البحرين وصفا واحدا ورفضهم للتطرف والإرهاب بكل أشكاله انطلاقا من وعيهم وثقافتهم العالية وتراثهم البحريني الأصيل وكلف جلالتها الحضور بنقل تحياته وتهنيه لهذا الشهر الكريم إلى كافة منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني في مختلف مواقع عملهم متمنيا للجميع دوام النصر والتوفيق والسداد.